سأسمعكم أيضا للإمام الرواس حينما يقول مثلا: تحل بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب. تحل بالصدق واذكر خاشعا وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب، وتابع الآل والأصحاب إن لهم للمصطفى سببا ناهيك عن سبب، وعمل بنصح كتاب الله معتقدا نصوصه، فهو حقا أشرف الكتب. خذها نصيحة شيخ رب تجربة، خاف الذهاب فلم يلفت إلى الذهب. خذها نصيحة شيخ رب تجربة، خاف الذهاب فلم يحضر ولم يغب. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل.